أن تزرع ابتسامة كل يوم هو هدف عظيم. وأن تعطي علاجاً وأملاً للألم هو رسالة. وعندما تساعد في خبراتك لتقدم الأفضل فأنت على قمة العطاء. فالابتسامة تعطى دون مقابل، والحب هو ركيزة الشهر الفضيل، والعناية هي صفة وهب هيان الخالق لنعززها بالخبرات. ما يجمعنا في هذا الشهر الفضيل هو أنتم. رمضان مبارك. شركة محمد بن حمد القابضة.